ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أبو كاظم. يا هلا يا أبو كاظم ومرحبا. شيعي ولا سني؟ لا شيعي إن شاء الله. سؤالي، سيدنا علي لما كان حي وخليفة المسلمين وهو الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه وأرضاه، لما كان حيا كان يسمع أصوات أهل الهند وأهل الصين وأهل المغرب والمشرق؟ سؤالك شوية يعني صعب، يعني لو باحث بهذا الموضوع جدا جاوب. شنو صعب؟ يسمع ولا ما يسمع؟ بشر ولا رب؟ علمني. يقدر يسمعها. يقدر 50 مليون؟ يقدر. ايه، ممكن تشرحها لنا شلون يقدر يسمع 50 مليون؟ رسالة، يدزول رسالة. الإمام علي يدزول رسالة. رسالة؟ نعم. شلون؟ علمني. رسالة كتابة، يكتب له رسالة يدزل له اياها، يقول له مولانا هذه رسالتي. واحد يدزله بالهندي، واحد بالصيني، واحد بالموزمبيقي، واحد بالواقواقي، كلهم عنده مترجمين. عنده مترجمين بجميع اللغات. نعم. شنو دليلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان متخذ له مترجم لما أراد يعني يخاطب الملوك. على فكرة ترى عقيدتك تقول الأئمة يعلمون جميع لغات العالم وجميع لغات الطير وجميع لغات الدنيا، فأنت ما أنت عارف عقيدتك ورواياتك. ترى ما عندهم مترجمين، هم يعرفون اللغات. يا با، إذا يعرف بعد أحسن. يعني أنت مؤلفها علي سالفة المترجمين. شكرا لك، ويعني أحترم اختراعاتك اللي تجيب فيها العيد. ذاك المعمم الصغير من ذاك المعمم الكبير. أقوال مراجعكم نشرت الخرافة فيما بينكم. تفضل يا أمير. أكو شيء يعني الرافضة يتمتعون به هو العناد، يعني يعاند حتى على الحق. المشكلة هو جاي يعاند على رب العالمين. لهذا السبب أنا أسأل كل شيعي أنه يترك هذا العناد، يترك هذا التعصب، ويترك العاطفة، ويلزم القرآن مجرد أن يقرأ بعقله، كل شيء حيكون واضح أمامه. اثنين، على الأخ الآخر اللي يقول أنه الإمام عنده مترجمين، الإمام علي بن أبي طالب عنده مترجمين، لا أكثر من هذا. الإمام صنع فيل وقاربي بالسماء ويخليه يشوف ما بالسماوات. يعني عن جابر بن يزيد الجعفي: رأيت مولاي الباقر عليه السلام وقد صنع فيلا من طين فركبه وطار في الهواء حتى ذهب إلى مكة من المدينة ورجع، فلم أصدق ذلك منه حتى رأيت الباقر عليه السلام، فقلت له: أخبرني جابر عنك بكذا وكذا، فصنع مثله وركب وحملني معه إلى مكة وردني. هاي كلها كانوا يحكون إياها ترى بالحسينيات، وكنتوا تصدقون؟ يعني كنتوا تصدقونها؟ مو بس نصدقها، يعني مؤمنين بيها، ننقلها من واحد إلى آخر. والله يعني أي يعني شيء عجيب والله. يا أنا آسف إذا أخذ من وقتك، لكن والله اليوم رجعتني للماضي. لكنه أنا أفتخر أنه الله سبحانه وتعالى خلاني اليوم أضحك على معممي الشيعة. من قبل كانوا يضحكون عليه، لكن هذا فضل من رب العالمين. أمامي في صحن علي بن أبي طالب امرأة ابنها أخرس، فجابوها بس لأنه ذيك تبرعت بذهبها، اللي كانت لابسة ذهب تبرعت بالصحن يعني بضريح علي بن أبي طالب. وطبعا حاشا علي بن أبي طالب من هذا، أنا أذكرها بس لأنه صارت أمامي. هذا اللي أقوله، أنا أقف أمام الله أحاسب عليه، وخصوصا أنا بلغت من العمر، يعني ما ممكن أكذب على لا. أنت صادق ومصدق إن شاء الله عز وجل، ولست بحاجة إلى تصديق. جابوا ايه؟ الطفل على ضريح، يعني ربطوا رقبته وطلعوا لسانه، جر الهياء لسانه هيد وظل يدعي إله، وأخذ من عدها تقريبا والله ما أعرف نص كيلو ذهب هي لابسة، نزعته وذبته بال وطلع. هذه أمامنا. غير هذه، أنا والدي كان ملاك. لا قبل ملاك عنده. قبل الوالد والموضوع الثاني، فهمنا بس. لا. المعمم سحب لسان الولد وأخذ نص كيلو، شلون؟ أي مو هو قالها راح يحكي، هو يظهر عنده. أنا بعدين لما قمت أعيد عرفت إنه عنده متلازمة داوني، هذه يعني هو مثل المنغولي. إيه. فجروا لسانه، ربطوا رقبته بالشباك مال علي بن ابي طالب الضريح، يعني هذا طبعا هو مزور، ربطوه به. أيوة. وظلوا يجرون بلسانه يمطوا خط ويصرخ، هو يصرخ صريخ يوصل يقول لها خلص انت هذا تاخذيه. وبعد امامي صارت هذه امامي، يعني مو يعني يعني كنت شاب بيها، يعني مو صغير. ونص كيلو الذهب وين راح؟ ونص كيلو الذهب نص كيلو ذهب أخذ من عندها. طبعا ما ذبت النص كيلو ذهب بالشباك، أخذها خلاص. إحنا مرات آني مرات أذب 10 دنانير ولا أذب 25 دينار، قبل كان يمد إيده يأخذها من عندي ما توصل يحطها بجيبه، يعني
يخليها على الشباك هكا مدري ايش يقرأ ويخليها بجيبه خلاص. هاي غير انه انت تجيب خروف تذبحها اي، لانه كنا نذبح لغير وجه الله. يعني والله يا فضيلة الشيخ انا احكي لك تجارب، كنا نذبح يعني نجيب الخروف الريد نذبحها يتعاركون عليه هم بينهم ذول القوام مال الضريح، سواء كان ضريح الحسين او ضريح علينا، يتعاركون به ياهو اللي ياخذه من عندهم ويقول لك وصل هاي انت بعد الذبحه وصل. يعني انا والدي كان ملاك، وبيوم من الايام احد الفلاحين ابو والدي اعطاه البذور مال الارض مالته، كان والدي يمون الفلاحين بالبذور يعني بالسماد، وكان المفروض يرجع له الفلوس. أنا هذه كان بيها عمري 5 سنوات بس أذكرها لأنه أنا الولد الوحيد. لا تفصل لا تفصل. ملاك إيش معناه ملاك؟ ملاك يملك أراضي زراعية. أها عقاري يعني تفضل. إيه ويملك عرصات مع البناء فقط أراضي يعني. جميل جميل. بس الأراضي الزراعية يخلي عليها فلاحين ويتقاسم المنتوج معه. جميل. إيه. فمرة الوالد أعطى للفلاح هذا البذور وعلى أساس أنه يرجع له السعر، يعني يرجع الوالدي الفلوس مالته. الفلاح إجا الوالدي قال له أنا أعطيتك الفلوس، قال له ما أعطيتني، قال له أنا أعطيتك، قال يعني الوالد قال له ما أعطيتني. فالوالد غفر الله له، هو يعني متوفي، قال له خلاص نروح للعباس، أنت أنا وأنت نحلف بالعباس أمامي، قال له جيب ابنك وأنا راح أجيب ابني هذا وياي، ونوقفهم بشباك العباس ونحط إيدينا على رؤوسهم وندعي بالعباس، أنا صادق له أنت صادق. تصور أمامنا يعني أنا هذه أذكرها كان عمري 5 سنوات، والعباس ينتقم من الكاذب. العباس ينتقم من الكاذب. تصور أخذني أبويا، طبعا هذا القديم، أخذني أبويا وخلونا يم الشباك، بس لأنه أبويا كان ينطي يعني ينطي الخمس وينطي، فقالوا له لحظة، جابونا عند الشباك، دعوا ويانا الإمام، ذول القوام هم اللي قائمين بالإمام، زين سدنة القبور، أي سدنة القبور، ودعوا وخلصوا طلعنا، قال تقرب علي هذا القائم، قال انطيني 10 دنانير حتى نقول للإمام ذاك الخطيئ الفلاح، نقول الإمام مرضى قسمك. أمامي هذه صارت، أنا عمري 5 سنوات الآن أذكرها، وحكيتها حتى حكيتها لأمي. فشو يعني فضيلة الشيخ شو أحكي لك عن شنو؟ يعني إحنا بالحسينية كانوا يقولون الإمام شلون بيدك الدرهم تلعب بي بإيدك، هيك تتحكم بالكون. الأرض تدور بيد أمير المؤمنين عليه السلام. مرة رحنا للضريح الحسين وهاي بي وياي أمي وخواتي وخالاتي، رحنا لهناك، فمن دخلنا الناس كلها دخلت الضريح الحسين، فذول القوام سدنت القبر، قام يصيحون ضريح الحسين ممتلئ ناس، والعباس زعل قام يطلع دخان من ضريحه انه فارغ ضريحه. صور فركضنا من ضريح الحسين للعباس حتى لا يزعل. شو استصور بعدين شو طلع؟ والله يا فضيلة الشيخ ورا الضريح يعني خارج الحضرة كلها مسوين الطبخ، جاي يطبخون الناس، وهذا الدخان مال الخشب، واحنا صورنا هذا الدخان جاي يطلع من ضريح العباس. صور يعني هيك يضحكون على الناس. لا اله الا الله. وانتم جايين يعني جايين بتسكتون إيه؟ العباس تقولون له يا عباس يعني خلاص لا تزعل علينا، لا تزعل علينا، لانه ترى صحن الحسين الناس، والعباس قاموا ذول القوام يصيحون يا زوار ترى العباس زعل، قام يطلع دخان من المنظر شوفوا، والناس تلطم وتصيح، وقمنا نركض. أنا أذكر حتى واحدة من خواتي عثرت خطية من زي ما انداست ولا شيء، وإحنا نركض ونبكي إلى أن وصل. بعدين لما طلعنا، لأنه من طلعنا من ضريح العباس خرجنا من الباب الرئيسية، ما قلت باوع جذور جذور من هاي الكبار جاي يطبخون، إذن هذا الدخان مال الطبخ، بس ما نصدق، نقول لا هو الدخان طلع من الضريح، خلاص انت هيك وصلونا. هل يعني عندك غير شيء فضيلة الشيخ؟ شخص جاب هذا حلال المشاكل، حامض حلو ومسقول،
قمنا نطلب الدعاء، قمنا ندعي من حلال المشاكل هذا المسقول والشكليات يسموه حلال المشاكل. لحظة بس عشان الأخوة يفهمون شنو موضوع حلال المشاكل، تقصد الدعاء دعاء حلال المشاكل ولا الشخص؟ لا 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 مو الدعاء، هذا شخص يسوي هاي الحلويات اللي هي الحامض حلو والشكليات وال فهذا يجمعهن بكيس هيك صغير، وذول القوام يجون ينطوك من عندها، تنطي انت ربع دينار، تنطي دينار، يقول لك اطلب اكل هذا واطلب الدعاء، يعني اطلب الدعاء من الحلال من هذا المسقول. يعني يا امير لحظه بالله قبل لا تكمل، يعني المهاجر ما تفرد بالشوكليته، اثار الشوكليته يعني رائجه عند القبور. لا هذه هاي شوكليته المهاجر، هذا واحد عنده 1200 كيلو خسران ما اعرف ايش يسوى. شوف هذا، هذا شوكليت، هذه أنا مجربها، هذه ليست أنا مجربها، كل العالم كل الأحرار بالدنيا يعلمون أن هناك مشاكل وهناك أمراض مستعصية يعجز عنها الطب والأطباء، لذلك شوكليتة واحدة، والله شوكليتة واحدة تشافي عشيرة بكاملها. فهذا الشوكليت، هذا الشوكليت اللي موجود اللي هو طن وربع، يعني 1200 كيلو، فيكفي لكلكم جميعا. الآن تأخذون كل واحد يأخذ شوكليته وفيها قضاء الحوائج. بس هي الصحيح أنه حلال المشاكل، اسأل أي شيء يقول لك حلال المشاكل شنو، مجموعة حلويات هيك بتشيز تأخذها ينطيك إياها، تنطي أنت طبعا هي على فلوس، تنطي ويقول لك وكلها واطلب قبل لا تأكلها اطلب مرادك وكلها انت، هاي كلها كنا اي كلها كنا نسويها يعني بالنجف وبكربلة هل من الشوكليت يعني كتكات وبونتي وسنيكرز لا لا هاي قديمه، هاي جديده سنيكر، من الشوكليت اللي اذا عندك يعني تسلب حتى بسنونك يعني اي معروفه القديمات حقات الاعياد اي بالضبط، هاي يسموه حلال المشاكل. وكنتوا تعتقدون اذا اكلت الحلويات والشوكليتة انك تنحل مشاكلك، تنحل اذا مريض الطيب، اذا عندك سفر تتوكل على حلال المشاكل سار. يعني الشغلة مو بس للامام تدعي او تدعي فاطمة الزهراء او تدعي، لا هذه هذا الشوكليت اللي انت تصنعه، ثق يا فضيلة الشيخ واللي وزعه عليك مشركي قريش احسن من عندنا كان. لا إله إلا الله، مشركي قريش عندهم أصنام صنم، يعني ولا هو كفر بس والله هذا كلام يعني من شخص محاسب أمام الله يوم القيامة عليه، مشركي قريش أكثر إيمان من عندنا لأنه حلال المشاكل شوكليته، يعني هاي شوكليته أو حامص حلوة إحنا نقول عليه. من اللي وزع عليكم، عامي ولا معمم؟ القوام، القوام ذولي لأنه يريد فلوس فشي يسوي سووا هذه مال حلال المشاكل، وبعض الناس هم يسووها. عندك خبز العباس، خبزة بيها من هاي الخضرة وشوية لبن عليها يوزعوها مع الناس. وهذه ايش فيها خبزة العباس؟ خبزة العباس شو تسوي بعد؟ اي هاي خبزة العباس، خبزة يعني خبزة ويحطون بيها رشاد احنا عندنا، او يحطون بيها ريحان هاي الخضرة، وشوية داهنيها لك باللبن ويوزعوها عليك، يعني اطلب مرادك وكلها، يعني هذه مو بس حتى من الخضرة تطلب، هذا غير هذا الموالي وذاك مو موالي. أيها الأحبة، خبز العباس عليه السلام لقضاء الحوائج، يعني والله يعني تجارة باسم أهل البيت، تجارة باسم أهل البيت، لكن يستحمروا للإنسان. يعني أنا والله يعني الآن لما أضحك لما شفت هذا الشيء ده أضحك، لأنه قبل طيب شون كنت أصدق، يعني شلون كنا نصدق انه والله الامام بحجاره مسحها بلسان الصحابي قام يتكلم 70 لغه، الرسول ما تكلم، تكلم غير اللغه العربيه، يعني والله شلون كنا نصدق. طبعا اما الطعن، الطعن يا فضيله الشيخ، شوف حقد الفرس على الصحابه، تصور انت من يصبوا لك الاستكان الشاي بالحسينيه، الاستكان بهذا الصحن الصغير اللي يقعد به الاستكان، هذا الصحن مسميه على لعن الخليفة الأول. لا حول ولا قوة، لو أقول لك ما تصدق. والله دين من صنع البشر، دين كله خرافة وحقد وسب وشتم وبذاءات، دين كله لعب في لعب. والله يلعبون بعواطف الناس وجارين الناس بعواطفهم، هذه هي الحقيقة.
عواطف الناس، ناس ما عندها عقول تتبعهم بعواطفها. ثق كل اللي اتصلوا بيك شافوا الحق بعينهم بكلامك بهذا بأجوبتك، لكن شو يريد يقول لك؟ شو يريد يقول لك؟ بس هناك الآن بالنجف ولا بكربلة اللي يطلع عن طوعهم يقتلوه صدقني، لكنه ما بيها، هذا جنة ونار يعني، ما بيها، ما ممكن. لازم الإنسان يكون شجاع ويتخذ عقيدته. أنا أريد أقول لكل شيعي، الأحسن أو الأفضل إليك تقعد تلزم القرآن، أهم شيء تترك التعصب والعناد. أنا ترى جربتها فأخذها من عندي أنا، لأنه الله الله بنفسك إذا تموت على هاي العقيدة، الله الله بنفسك إذا تموت على هاي العقيدة. اكسب الوقت، والله ما دام خلى ناس جاي تنصحك وتقدم لك الدلائل، يعني نصيحة من شخص يريد لك الخير ويحب لك الخير، مجال التوبة مفتوح. شكرا لك أخي وبارك الله فيك. أنا أشكرك فضيلة الشيخ، وأسأل الله أن يجعل كل شيء بميزان حسناتك. آمين. على أجمعين أجمعين أجمعين. شكرا جزيلا لك أخي أمير. شكرا شكرا حبيبي، سلامة الله. أشكر أخونا أمير المهتدي العراقي على هذه القصص الحقيقة نادرة. أنا أول مرة أسمع شخص يعني باشر في مثل ما ذكر أخونا. نسأل الله أن يفتح عليه وأن يهدينا وأن يهدي به. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.